بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك ألف عافية. رح نبلش بشرح مادة العضوية، ورح نبلش بشابتر 1 اللي بيحكي عن بوندينج وايزومرز. في هذا الشابتر رح نراجع بعض المفاهيم الأساسية اللي بتساعدني إني أكمل في هاي المادة وأفهم تركيبة المركبات العضوية بناء على الأشياء اللي تم شرحها سابقا في كيمياء 1. فنبدأ بأول مفهوم اللي هو الذرة، ومن إيش تتشكل الذرة، وكيف الإلكترونات بتكون متوزعة حول الذرة. بداية، الذرة بتتشكل بشكل أساسي من مكونين، ألا وهما النيوكليوس، وهي النواة تاعت الذرة. وبداخل النواة بيكون في عندي بروتونز، هدول البروتونز بيكون شحنتهم موجبة، وفي عندي نيوترونز، وهدول النيوترونز بتكون شحنتهم نيوترون. الشغلة الثانية الأساسية اللي موجودة عندي اللي هي الأوربيتالز، واللي بيكون موجود فيها الإلكترونات، واللي هي بتحدد لي الخصائص تاعت الذرة اللي موجودة عندي. نتذكر بعض الأمور اللي بتكون بالعادة موجودة عندي في الجدول الدوري، منها الأتوميك نمبر، والأتوميك نمبر بيمثل لي عدد البروتونز الموجودة عندي في النيوكليوس. بعدين في عندي الأتوميك ويت اللي بنستخدمه بالعادة عشان نحسب الموليكولار ويت، أو اللي هي المولر ماس، واللي هي بتكون بالعادة مجموع البروتونز مجموع النيوترونز بالأتومز. في عندي ثلاث حالات، إذا كان في عندي عدد البروتونز في الوضع الطبيعي بيساوي لعدد الإلكترونز، بتكون عندي الذرة شحنتها صفر، بمعنى آخر شحنتها نيوترال متعادلة. بينما إذا كان عندي عدد الإلكترونات اللي هي شحنتها سالبة أكبر من عدد البروتونات اللي شحنتها موجبة، بتكون عندي الذرة نيجاتيفلي تشارجد، بنسميها ايون او انايون، تمام، بيكون عليها شحنه سالبه. اذا كان في عندي عدد البروتونات اكبر من عدد الالكترونات، فبالتالي بيكون في عندي الشحنه سالبه. ودائما لما بنحكي انه شحنه الذره سالبه، فهذا بدني انه هي كسبت الكترون، بينما لما تكون شحنتها موجبه فهذا بدني انها فقدت الكترون. الاشي المهم دائما بالالكترونات، اكثر اشي بيهمني، بنسميهم الفالنس الكترون، وهو الالكترونات اللي بتكون موجوده عندي في المدار الاخير، وهي الالكترونات اللي بتحدد لي طبيعه الروابط اللي بتعملها الذره. نرجع نتذكر انه انا في عندي مستويات، او في عندي اوربيتالز او شيلز. هدول الاوربيتالز اللي هو الاول والثاني والثالث. الاول بتشكل من سب اوربيتال اس، وكل اوربيتال او سب اوربيتال تمام بيوسع لالكترونين. فلما بيكون في عندي اس بيكون في عندي 2 الكترونز. المدار الثاني بيكون في عندي واحد من الاس، وفي عندي اللي هو البي اوربيتالز، والبي اوربيتالز نتذكر من كيمياء واحد انه فيهم ثلاثه سب اوربيتالز اللي هم بي اكس بي واي وبي زد. فبالتالي ثلاثه اوربيتالز كل واحد فيهم بيوسع على الكترونين، فبالتالي في عندي 6 واثنين من الاس، ففي عندي 8 الكترونات. بينما لما بيكون في عندي اللي هو الاوربيتال الثالث، بيكون في عندي واحد من الاس، بيكون في عندي ثلاثه من البي، وفي عندي الدي اللي بيحتوي على خمسه سب اوربيتالز. الخمسه هذول والثلاثه والواحد كل واحد فيهم بوسع على الكترونين، فبالتالي عندي خمسه وثلاث، ثمانيه وواحد، تسعه مضروبين باثنين، ففي عندي 18 الكترون. نلاحظ هون كيف بيتم توزيع عمليه توزيع الالكترونات. نتذكر القاعده اللي بتحكي لي سيس بس، بعدين كمان مرة بس، بعدين دبس دبس فدبس، ومن رقم الاوربيتال دائما الاس ببلش من الواحد، فواحد اثنين ثلاث. البي دائما ببلش من اثنين وبنكمل ثلاثة بي. الدي ببلش من الثلاث وبنكمل من الدي، والاف عندي ببلش من الاربعة. كوننا بنحنا نتعامل بالاورجانيك كيمستري مع الذرات المهمة في الاورجانيك كومباوندز، الا وهي بالاساس الهيدروجين والكربون، بالإضافة إلى بعض الذرات زي النيتروجين والأكسجين والفلور، فإحنا بالعادة ما رح نحتاج أكثر من هذا التوزيع. بالنسبة للهيدروجين، الأتوميك نمبر واحد عندها واحد إلكترون، بيكون موجود عندي بالون أس. بينما لما بنحكي عن ذرة زي الكربون، عندها مجموع الإلكترونات أو الأتوميك نمبر هو ستة، فبالتالي بدهم يكونوا موزعين اثنين في الأس، بعدين اثنين في الافي 2s، بعدين عندي البي اوربيتال اللي بوسع على 6 حيكون فيه فقط 2 الكترون. لو سالتك كم عدد الالكترونات في المدار الاخير، دائما بناخذ اعلى رقم موجود عندي وبنجمع الاوربيتالز. فالهيدروجين موجود فيها بس واحد الكترون، هذا هو الشيء اللي بنسميه الفالنس الكترون. ذره زي الكربون موجود في عندي فيها ال 2b وال 2s، فهذول مجموع الالكترونات اللي موجودين فيها 2 بالاس و2 في البي، فمجموع الفالنس الكترون في المدار الاخير هم عباره عن 4. ذره زي الفلور توزيعها الالكتروني انه في عندي 2 في ال1s، عندي الالكترونين
في 2s، فوزعنا 4 من اصل 9، بصفي في عندي 5 بال 2b. عدد الالكترونات في المدار الاخير عندي 2 هون 2، فهذول هم المدار الاخير اللي هو المدار الثاني، ففي عندي هون الكترونين وهون في عندي 5، فعدد الالكترونات في المدار الاخير عباره عن 7. عدد الالكترونات في المدار الاخير بيحدد لي زي ما حكينا طبيعه الروابط اللي بتعملها كل ذره. كل ذرة دائما تسعى لأنها توصل لمرحلة من الاستقرار، والاستقرار بالنسبة للذرات أن يكون المدار الأخير ممتلئ. فعلى سبيل المثال زي الهيدروجين عندها بس الأس أوربيتال، الأس أوربيتال بوس على 2 إلكترونز، فبدها كمان إلكترون واحد، فبالتالي راح تعمل رابطة وحيدة. ذرة زي الكربون عندها 2 و2 عندها 4 إلكترونات في المدار الأخير، فهي بحاجة كمان 4 إلكترونات. زي الفلور عندها 2 و5 عندها 7، فهي بحاجة لإلكترون واحد. بينما النوبل جازز اللي هم عناصر المجموعه الثامنه زي النيون على سبيل المثال عندي في المدار الاخير اللي هم 2 بي و2 اس 2 و6 8، فهي واصله الى مرحله الاستقرار. عشان هيك هذول بنسميهم عناصر اللي خامله، ما بيعملوا اي روابط، ما بيعملوا اي كيميكال، اي كيميكال رياكشن. الان زي ما حكينا طبعا عدد الالكترونات في المدار الاخير اذا بنرجع بنتذكر هو بحدد لي المجموعه. فعلى سبيل المثال الهيدروجين في المجموعه الاولى زيها الصوديوم، لانه هذول موجود عندهم في المدار الاخير الكترون واحد فقط. المجموعه الرابعه زي الكربون في عندها 4 الكترونات في المدار الاخير. زي الاكسجين تمام، نيجي نطلع على الاكسجين عندها 8 الكترونات، توزيعها 2 2 4، فبالتالي عندها في المدار الاخير 2 و4 6، ففي حواليها بيكون في المدار الاخير 6 الكترونز، هذول بنسميهم الفالنس، الفالنس الكترونز. الان زي ما حكينا كل العناصر هاي بتحاول انها توصل لمرحله استقرار، فبالتالي عشان توصل لمرحله استقرار لازم تعمل روابط. الروابط هاي نوعين اساسيات، النوع الاول بنسميه الايونيك رح نيجي نحكي عنه، والنوع الثاني بنسميه الكوفالنت الا وهو الروابط التساهميه. نطلع هنا على حالة الاستقرار بالنسبة للذرات اللي الموجودة بالمجموعة الثامنة زي الهيليوم عندها الكترونين موجودين بال 2s، فهذا ممتلئ فهي واصلة لمرحلة استقرار. النيون عندها 2 4 و6 فعندها 10 بالمدار الأخير اللي هم موجودين بهذا الأزرق، عندها 8 الكترونات فهي واصلة لمرحلة استقرار. الأرجون هذا التوزيع الالكتروني لإلها، عندي بال 3s و 3b عندي 2 و6 8، فهي ايضا واصله لمرحله الاستقرار، وهذا الشيء اللي بتسعى له الذرات. الان حتى الذرات توصل لمرحله زي النوبل جازز الموجوده، الذرات الاخرى الموجوده في الجدول الدوري عندها خيارين. الخيار الاول اما بصير في عندي كومبليت ترانسفير للالكترونز، بحيث انه بتنتقل الالكترونات من ذره لاخرى، بحيث انه كل ذره فيهم توصل لمرحله استقرار، او الطريقه الثانيه اللي هي يصير في عندي تشارك بالروابط. اذا كان في عندي كومبليت ترانسفير للالكترون بحيث انه الالكترون بينتقل من ذره لذره، هذا ما يطلق عليه بالايونيك كومباوندز او هي الايونيك بوند. فعلى سبيل المثال بنعرف انه الصوديوم عندها 11 الكترون، هذا التوزيع الالكتروني لها، في عندها الكترون واحد فقط في المدار الاخير. الخيارات المتاحه لها اما انها تكسب 7 الكترونات او تفقد هذا الالكترون، فبالتالي بصير في صفر، فبصير المدار الاخير فيه موجود 8 الكترونات. فالشيء الافضل اكيد والاسهل انها تفقد هذا الالكترون. على النقيض عندي الكلورين عندها 17 الكترون، توزيع الالكتروني لها زي ما هو موجود عندي بهذا السلايد. في المدار الاخير عندها اللي هو بينتهي بثلاث، في عندها 2 وفي عندها 5، فبالتالي عندها 7. الخيارات المتاحه لها حتى توصل لمرحله استقرار اما انها تكسب الكترون او تفقد 7، فبالتالي اكيد الاسهل انها تكسب الكترون، فيصير عندي في البي اوربيتال هذا 6 ويصير مجموعهم اللي بالمدار الاخير 8. فاللي راح يحصل عندي عشان هذا يصير كل ذره توصل لمرحله استقرار، الصوديوم حينتقل الالكترون منها للسي ال، فبالتالي بتصير في عندي فقدت الكترون، فبتصير على شكل كاتيون عليها شحنه موجبه. السي ال كسبت الكترون وصار عليها شحنه سالبه، كلاهما الان حوالي 8 الكترونات في المدار الاخير، فبالتالي وصل لمرحله استقرار، وهذا ما يطلق عليه بالايونيك كومباوند. الان بالنسبه للكوفالنت بوند ما بيصير في عندي انتقال كامل للالكترونات، ولكن بيصير في عندي تشارك او تساهم بالالكترونات، بحيث على سبيل المثال اذا كان في عندي ذره زي الهيدروجين في عندها الكترون واحد في المدار الاخير بحاجه لكمان الكترون، بتروح بتتفاعل مع ذره ثانيه عندها واحد الكترون فبتشاركوا بهذا الالكترون، فبصبح زي كأنه كل واحده فيهم من هذول الذرات حواليها الكترونين، فبالتالي وصلت لمرحله الاستقرار، وصلت لمرحله الاستقرار. طبعا هذول الالكترونين راح نصير نرسمهم على شكل خط،
هذا الخط بيشكل لي رابطة. نتذكر دائما انه الرابطة هي عبارة عن الكترونين اذا كانت عندي الرابطة احادية. طبعا هذا الاشي اذا كان في عندي ذرتين من نفس النوع، بتكون دائما الالكترونات هاي موجودة عندي بالوسط بين الذرتين، لانه كلاهما بتشارك بنفس المقدار. الان اذا بنيجي على ذره زي الكربون، حكينا في عندها 4 الكترونات في المدار الاخير، فهي بحاجه الى كمان 4 الكترونات حتى انها توصل لمرحله استقرار. حتى توصل على مرحله استقرار وتعمل 4 روابط، الابسط شيء ممكن يتشكل عندي انه تيجي تاخذ 4 هيدروجين، بحيث انه كل واحدة من الهيدروجين تعطيها الكترون الكترون الكترون، فبالتالي بصفي حوالين الكربون 8 الكترونات، وكل واحدة من الهيدروجين تتشارك بالكترون، فصفى زي كأنه في حواليها كمان الهيدروجين كل واحدة الكترونين، فكلاهما وصل لمرحلة استقرار. طبعا هذا ما يخص الكربون، والكربون هي اساس او العنصر الاساسي في الكيمياء العضوية، لانه بيقدر يعمل 4 روابط اكثر من اي مركب او اكثر من الذرات الثانية. ابسط مثال عليها اللي هو الميثين، اللي هو عبارة عن CH4 كربوني وفي عليها 4 هيدروجين. زي ما حكينا كل 2 الكترونز هم عبارة عن رابطة بترسم بهذا الشكل، وهذه هي عبارة عن كوفالنت بوند، رابطة تساهمية، وهي سنجل 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 بوند. كذلك الامر ممكن تروح تتشارك مع السي ال، نحن بنعرف انه السي ال في حواليها 7 الكترونات، الكربون بتعطيها الكترون والسي ال بتعطي الكربون الكترون، فبالتالي بحتاج 4 سي ال للكربون حتى توصل لمرحلة استقرار، والسي ال كل واحدة بتاخذ الكترون، فبالتالي بصير في حواليها 8، وبنرسمها بهذا الشكل. كذلك الامر ممكن هاي الرابطة تكون موجودة بين ذرتين كربون، فعلى سبيل المثال الكربون ممكن يشبك مع ذرة كربون ثانية، كل واحدة فيهم تتشارك في الكترون، فبصير في عندي الكترونين بالوسط اللي هي الرابطة، بصفي بدها كمان 3 الكترونات، بتجيب هذول الـ3 الكترونات من الهيدروجين. فالإشي الأساسي اللي بدنا نفهمه في المركبات العضوية إنه دائما الكربون بتعمل 4 روابط، سواء كانت إذا في معها رابطة مع كربونة، فبالتالي بقية الروابط بدها تكون عبارة عن هيدروجينز. فدائما الكربون بيطلع منها 4 شحطات أو 4 روابط، إذا كان واحدة منهم شابكة مع كربون فالبقية بدهم يكونوا عبارة عن هيدروجين. الآن زي ما حكينا كل هاي الروابط عبارة عن single bonds بروابط أحادية، وهاي الروابط الأحادية بلزمني هيت أو بتلزمني طاقة دائما حتى أكسرها وأرجع إيش كل واحدة فيهم، أو أقسم الإلكترونين الموجودة فيهم لكل واحد لحال. إذا كان عندي ذرة كربون عليها إلكترون واحد أو أي ذرة ثانية فقط عليها إلكترون واحد، هذا ما يسمى بالراديكال، وراح نيجي نحكي عنهم بالشباتر اللاحقة. الآن هاي الروابط اللي حكينا عنها الكوفالنت بوند ممكن تكون ما يطلق عليه بالبولر بوند أو ما يطلق عليه بالنون بولر بوند. وعشان نفهم البولر والنون بولر نرجع للمصطلح اللي كنا نحكي عنه سابقا، ألا وهو الإلكترونيجاتيفيتي. ويقصد بالإلكترونيجاتيفيتي هي مقدار أو قدرة الذرة على إنها تسحب الإلكترونات باتجاهها. عشان نرجع نتذكر الإلكترونيجاتيفيتي بالجدول الدوري بتزداد كل ما بطلع من تحت لفوق، تمام؟ وعندي هاي الأرقام بتدلني على قيمة الإلكترونيجاتيفيتي، والإلكترونيجاتيفيتي كمان بتزيد كل ما بروح من اليسار إلى اليمين. فأعلى ذرة بالجدول الدوري إلها إلكترونيجاتيفيتي هي الفلور، وأقل ذرة موجودة هي على سبيل المثال اللي بالجدول الموجود عندي هنا اللي هي الكي اللي هي البوتاسيوم. الآن لما بتتشكل عندي رابطة بين ذرتين، إذا كان في عندي فرق كبير بالإلكترونيجاتيفيتي هذه ما يطلق عليها بولر بوند، إذا كان في عندي فرق بسيط هذه بنطلق عليها نان بولر. فإذا بنرجع لما بيكون في عندي رابطة متشكلة بين نفس الذرة، فهذول أكيد كل ذرة فيهم إلها نفس الإلكترونيجاتيفيتي، فبالتالي بيسحبوا الإلكترونات في نفس المقدار، فهذه بنسميها بنسميها كوفالنت بوند ولكنها نان بولر، ما في محصلة لا القطبية. كذلك الأمر لما يكون عندي كربون كربون أو أكسجين أكسجين أو سي ال سي ال. لكن إذا كان في عندي ذرتين مختلفات، تمام، فبتكون هاي الرابطة بولر، ولكن كل ما كان في عندي فرق أكبر في البولاريتي، بمعنى آخر زي لما أجي أحكي مثلا فلور تكون شابكة مع هيدروجين، في عندي فرق كبير بالإلكترونيجاتيفيتي هاي بتكون فيري بولر بوند، تمام، زي كمان لما يكون في عندي مثلا فلور شابكة مع كربون. بينما لما يكون في عندي كربون شابكة مع هيدروجين بالعادة هذه بولر، ولكن بنلاحظ انه الفرق بيناتهم 2.5 2.4، الفرق بيناتهم كثير 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 قليل.
الآن لما بيكون في عندي ذرتين في فرق بيناتهم بالالكترونيجاتيفيتي، الذرة اللي بتكون الالكترونيجاتيفيتي تاعتها عالية بتكون هي قادرة انها تسحب الالكترونات تاعت الرابطة لجهتها اكثر. فاذا على سبيل المثال اذا في عندي HCl بنلاحظ انه الاتش عبارة عن 2.2 الالكترونيجاتيفيتي بينما Cl 3.2، فالCl الالكترونيجاتيفيتي تاعتها اعلى فهي قادرة انها تسحب الالكترونات باتجاهها بشكل اكبر. وهذا الشيء بنمثله بهذا السهم اللي بيدلني على اتجاه سحب الالكترونات. وبالعاده الاشي اللي بيكون ساحب الالكترونات لاتجاهه اكثر فبيكون عنده الكترونات اكثر فبتكون عليه بارشل نيجاتيف. هاي الاشاره تعني بارشل نيجاتيف، مش زي لما كنا نحكي عن الان اي سي ال كان بيكون عندي فول نيجاتيف تشارج وفول بوزيتيف تشارج، ولكن هون بيضل في عندي كوفالنت بوند بنحكي بارشل بوزيتيف وبارشل نيجاتيف. بالنسبه للايونيك بوند اذا كان عندي الفرق اكثر من 3 بالالكترونيجاتيفيتي تمام، او اذا كان عندي الفرق اكثر من 2 بنسمي الرابطه هاي ايونيك، بنسميها ايونيك بوند. زي لما احكي فلور مع ليثيوم او احكي صوديوم مع سي ال اللي هم عناصر المجموعه الاولى مع عناصر المجموعه السابعه، دائما هاي الرابطه بتكون ايونيك. عدا عن ذلك لما احكي كربون مع اكسجين هذه كوفالنت ولكنها بولر. زي لما احكي كربون مع نيتروجين، كربون ونيتروجين في فرق بيناتهم بالالكترونيجاتيفيتي، النيتروجين بتسحب الكترونات اكثر. زي لما احكي كربون اكسجين تمام، ولكن اذا كان في عندي مره ثانيه فرق كبير زي لما احكي فلور مع ليثيوم فهذه بنسميها ايونيك. وطبعا اللي بيكون السهم جاي لاتجاهها هاي بيكون عليها بارشل نيجاتيف، واللي هون بيكون عليها بارشل بوزيتيف. الان ممكن الروابط اذا صار في عندي تشارك باكثر من الكترون بين الذرات بحيث اني اوصل لمرحله الاستقرار بتشكل عندي مالتيبل بوند، يعني اكثر من سنجل بوند. والمثال الموجود عندي هو السي او 2، عندي الكربون حواليها 4 الكترونات في المدار الاخير، ونحاول دائما نحفظ هاي الارقام انه الكربون حواليها 4، بعد الكربون بيجي النيتروجين، النيتروجين حواليها 5، بعدين عندي الاكسجين حواليها 6 ذرات، والهيدروجين دائما عندها رابطه واحده. هذا الاشي لازم نراجع الاشي اللي اخذناه بكيمياء واحد اللي هو كيف نرسم اللويس استراكشر للمركبات، وبناء عليه بقدر احدد كيف الشكل تاع المركب اللي حيكون موجود عندي. ولكن بحالة CO2 عندي الاكسجين راح تعطي الكترونين والكربون راح تعطي الكترونين، فبالتالي كل الكترونين بشكل رابطة زي ما احنا شايفين هون، فبيشكل عندي رابطة ثنائية. اذا تشاركت الذرات بثلاث الكترونات زي المثال الموجود عندي هون، الكربون اعطتني 3 الكترونات فبقي عندها الكترون واحد شبكت فيه مع الهيدروجين، وهون النيتروجين اعطتني 3 الكترونات فبتشكل عندي اللي هي رابطه ثلاثيه. وهذا الشيء راح نشوفه لما نيجي نحكي عن الهيدروكربونز، لما بيكون عندي كلياتهم سنجل بوند، كربون كربون سنجل بوند راح نسميهم الكين، لما يكون عندي دبل بوند هنسميهم الكين، لما يكون عندي تريبل بوند حيكون عندي اللي هو الالكين، ومثال عليهم الايثين الايثين والايثين. وبالتريبل بوند نتذكر كل رابطة عبارة عن الكترونين، فهدول بيمثلوا 6 الكترونات، 3 الكترونات جايين من الكربون و3 الكترونات تانيين جايين من الكربون، فالكربون عامل 3 روابط حتى تكمل على الأربعة بتشبك مع هيدروجين. نرجع نتذكر مرة ثانية انه الفالنس الكترونز اللي الكترونات المدار الأخير بتحدد لي عدد الروابط، فعلى سبيل المثال الهيدروجين عنده الكترون واحد حتى توصل لمرحلة الاستقرار بدها الكترون واحد، بدها الكترون واحد فبتعمل رابطة واحدة، الكربون عندها 4 الكترونات فبتعمل 4 روابط، النيتروجين عندها 5 الكترونات فهي بحاجة إلى 3 فهي بتعمل 3 روابط، الأكسجين عندها 6 فهي عشان توصل لمرحلة الاستقرار بدها رابطتين، الفلور والسي ال والبي ار والأيودايد بيلزمهم رابطة واحدة. الآن نيجي على مفهوم الايزومرز، وقبل ما نحكي عن الايزومرز في عندي مصطلحين نرجع نتذكرهم اللي هم الموليكولار فورمولا والاستراكشرال فورمولا. يقصد بالموليكولار فورمولا اللي هي الصيغة اللي بتعطيني عدد الذرات اللي موجودة في الجزيئات، فعلى سبيل المثال water molecule بتتشكل من هيدروجينتين واكسجين H2O، هذه بنسميها الموليكولار فورمولا. الاستراكشرال فورمولا اللي هي الشكل او طريقة ترتيب الذرات بالفراغ، هذا ما يطلق عليه بالاستراكشرال فورمولا اللي ببين لي انه الاكسجين عامل رابطة مع الهيدروجين من هاي الجهة وعامل رابطة مع الهيدروجين من هاي الجهة. بالنسبة للمركبات العضوية نفس الشيء، في لها موليكولار فورمولا وفي لها استراكشرال فورمولا. لما بنحكي ايزومرز، تعريف الايزومرز اللي هي معناها بالعربي المساوغات،
هي المولكيولز اللي بيكون لها نفس الموليكولار فورمولا، بمعنى اخر لها نفس عدد الذرات ولكن تختلف بالستركشرال فورمولا. اذا انطبق علي هذا التعريف هذا بنسميه اللي هم الستركشرال او الكونستيتيوشنال ايزومرز. فتعريف الستركشرال او الكونستيتيوشنال ايزومرز هم تو ديفرنت مولكيولز، وبحكي ديفرنت مولكيولز لانه حنشوف انه لهم خصائص مختلفه، لهم نفس الموليكولار فورمولا ولكن بيختلفوا بالستركشرال فورمولا. طبعا حتى نتمكن باني احكي عن الايزومرز تمام بالشكل الصحيح لازم اتعلم كيف نرسم المركبات الموجوده عندي اللي هي الاورجانيك كومباوند.